يا عيل يا ساقط يا معفن ايه ده؟ قوم يا ولد أوه. ايه يا ايه يا ده, ده صباح ايه ده يعني مش فاهم صباحك منيل بستين نيله تقول لي الجزم دي كلها جايه من ليبيا وهي ورد المسكي يا معفن لا يا بعد يا اما انت بقى الموضوع ما بتفهميش فيه ما تتكلميش فيه يا بعد اذنك يعني هو ليبيا فيها تصنيع ما فيهاش تصنيع، ليبيا بتستورد من مصر بس بتستورد شغل عالي جدا جدا، انا بروح بجيب الشغل العالي ده بقى برجعه هنا تاني لبلده واهله وناسه، يعني خير الشعب بيعود للشعب، ده اقتصاد دول، بتفهم في اقتصاد دول؟ لا يا إخي ما بفهمش، ولو ذلك كذلك كان لازم تقول لي تفطمني، مش تخلي اللي رايح واللي جاي يضحك عليا وينقرصني بالكلام بس بقى ذلك كذلك ايه بقى؟ ما خلاص